بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من سألنا الدعاء ولكل من سألناه الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل لما فيه صالح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وترشدهم إليه. ووفق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفضيلة المفتي إلى ما فيه رضاك، ووفق العلماء ووفق جميع المسلمين إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة أفرد بتآليف، ولكن إشارات بسيطة. أولا حرف الجر الباء، إما أن يقدر المتعلق فعل، وإما أن يقدر اسم، وعلى كل إما أن يقدر عام أو يقدر إيه خاص، وإما أن يقدر مقدم، وإما أن يقدر إيه مؤخر. يعني أنا بقول باسمي الباء، هل أبتدئ بسم الله ولا ابتدائي ولا أؤلف بسم الله؟ يبقى أبتدئ يبقى إيه عام، أبتدئ يبقى إيه عام، أؤلف يبقى إيه خاص، ابتدائي يبقى اسم عام، تأليفي اسم إيه خاص. بسم الله أبتدئ يبقى إيه أخرنا الفعل العام، بسم الله ابتدائي، بسم الله أؤلف، بسم الله تأليفي، بسم الله ابتدائي. ولكن الأفضل أن يقدر بسم الله أؤلف، طبعا تقديم الاسم الكريم للاهتمام وكونه خاصا، لأن كل فاعل يفعل شيئا ويقول بسم الله يضمر في نفسه إيه ما ابتدأ به. أنا الآن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله إيه أقرأ، وهكذا. الاسم بقى أصله من السمو في العشر لغات، سما وسما واسم بتثليث أول لهن سماء عاشر تمت انجلى. يعني سم وسم وسم، سما بالقصد زي ايه هدى، وسما زي فتى، وسما زي رضا، بقوا كام؟ ست. اسم واسم واسم، يبقى كده كام؟ وسماء عشر. الاسم الكريم الله
علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد المعبود بحق. طبعا كلمة علم، العلم طبعا خلاص لا ادي لردها للرجل ده عشان يرمى شويه ولا حاجه. العلم، تعريف العلم هو ايه؟ ها، ما يعين مسماه بلا واسطه، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق. والله اعرف المعارف تسمى به قبل ان يسمى وانزله على ادم في جمله الاسماء. الذات في هنا دقيقه، نقطه هامه جدا هنا، الذات. طيب لما بيقولوا هنا بيقول الذات الواجب الوجود، فبنسمع ساعات تقول الذات المقدسة، فما الفرق؟ ايه المرة تذكر ومرة ايه تؤنث؟ ايه الحكاية دي بقى؟ يعني في الشفاء للقاضي عياض رحمه الله ذكر من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، وخشي على القارئ يقول لك الله أكبر، كل ده لرسول الله، فماذا أبقيت لله؟ ها، ورد أن الله تعالى يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم على كرسي، وورد أن الله يجلس محمدا على عرشه. وراجع تفسير القرطبي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والعرش ما هو إلا مخلوق، والرحمن على العرش استوى بدون ممثل. فذكر عبارة جميلة جدا من يعني إيه، الله أعلم أن الله عز وجل، خلي بال حضراتكم بقى هيأنث الذات هنا هو. قال الواسطي اعلم أن الله عز وجل ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم. مرة سمت اسمها الله نزلت نار ايه حرقته لها. اعلم ان الله عز وجل ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة. أربعة، اعلم أن الله عز وجل ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة. وجلت الذات القديمة، شوف حضرتك، وجلت إيه يقصد بها إيه؟ الله عز وجل النفس. وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة محدثة، لا فيش تجديد، لا إضافة علم ولا إلى آخره. ولذلك المفسرون يقولون في مثل قوله تعالى حتى يعلم لنعلم علم ظهور، لنعلمه إيه حاصلا كما علمناه سيحصل. مفيش تجديد، مفيش إضافة، مفيش تجديد علم ولا تجديد قوة ولا أي تغيير. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليك. خلي بال حضرتكم، وجلت الذات القديمة أن يكون لها إيه كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة. حضرتك تقدر تقول لي أنا كده بعرف أكتب بقالي 1000 سنة؟ ها؟ أو ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا صفته صفة إلا من حيث مطابقة الاسم للاسم. إلا إيه؟ الاسم للاسم. أنا قوي
طيب يا سيدي حاضر. قاف واو ياء صح، ولي قوة. ماشي يا عم، والله قوي وله قوة. يبقى بس الحروف بس، يبقى ايه؟ قاف واو ياء او قوة قاف واو ت مربوطة، لكن الحقائق لا. واحد بيسألني مرة، هو الإمام خطيب بيقول لي ربنا خلق سيدنا عيسى ازاي؟ طبعا وانت مالك؟ انت تتدخل في شؤون ربنا؟ اشمعنى سيدنا عيسى؟ ربنا خلقك انت ازاي؟ وربنا خلق الشجرة ازاي؟ ده صنع البشر احنا ما نعرفش بيعملوا ازاي؟ يعني او بتاع قلم اهو بتاع تعرف بيتصنع ازاي؟ ها؟ ادفع بلاش ده ولا ده ولا ده. الشاهد نعود الى الذات بقى كده وضحت؟ يطلق عليها ايه؟ تذكير وتأنيث. قال في بعض الحواضر حاشية الترمسي على مين مش قال ايه؟ الذات تطلق على ذات الشيء، وبذلك ايه؟ الشيء مذكر ولا مؤنث؟ وبذلك تذكر. علم على الذات الواجب اللي تطلق على ذات الشيء وبذلك ايه؟ تذكر. وتطلق على ذات النفس وبذلك ايه؟ تؤمن. فالتذكير والتأنيث الاثنان ايه؟ صحيحة. الرحمن والرحيم صفتان بنيتا للمبالاة، والرحمن أبلغ من الرحيم كما قالوا لزيادة ايه؟ تدل على زيادة المعنى. ابتدأ بالبسملة عملا بحديث وثم الحمدلة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بذكر الله أو بالحمد لله أقطع أجذب وأبدا، والمعنى ناقص وقليل البركة. قالوا هو وإن تم، خلي بال حضراتكم، الله أكبر يا جماعة، طب ده أنا بنيت البيت أهو ما سميتش، والبيت أهو 15 دور قطعت سحاب ودرجة أولى وكله لوكس اللوكس، ايه بتقول بسم الله؟ طب انا ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لك طول بالك ما تستعجلش. هو وان تم ايه؟ حسا لا يتم معنى، لا يتم الانتفاع به على الانتفاع التام. ولذلك يمكن لعل هذا سر ما يوجد من الخلافات والمشاكل والقلق والاضطراب. ايه يا جماعه؟ لا انت راجل، انت عايش انت ومراتك لوحدكم، ولا لا حما ولا سلفه ولا قرف ولا كان ولا مال، اقعدوا له حواديت، ها؟ تبص تلاقي القلق والاضطراب ده يمكن هو سر هذا الامر. بسم الله، هو بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ بالبسمله ثم الحمدلله، لان الابتداء حقيقي وايه؟ واضافي. الحقيقي ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء، والإضافي ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. وإن شئت قلت الابتداء ممتد من أول الخطبة إلى إيه؟ الشروع في المقصود. قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. العمى طبعا معناه ايه؟ معروف، عدم الابصار، عدم النور. ولكن العمى الضار في الحقيقة هو عمى القلب، لأن القلب يدرك المعنويات كما يدرك البصر المحسوسات.
قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. النبي مأخوذ من النبأ، وهو إيه؟ الخبر. يبقى سر إيه؟ نبي، نبي فعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، فعل وزن فعيل زي جريح وقتيل، معناها إيه؟ طيب سميع وبصير ومبصر. نعم. قال: وهو على هذا وبها قرأ في السبع وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءات العمد كل غير نافع ابدل، يعني في الـ في الـ في الـ النبي. يبقى معناها على تقدير اسم الفاعل مخبر، وعلى تقدير اسم المفعول ايه؟ مخبر. فالنبي فهو صلى الله عليه وسلم مخبر، يخبر الناس، مبلغ، ومخبر من الله عز وجل. والنبي من النبوة، وهي الرفعة، وهي ايه؟ الرفعة. طيب ايضا بمعنى ايه؟ اسم الفاعل بمعنى رافع ومرفوع، رافع الرتبة من اتبعه، صح؟ وهو أيضا مرفوع الرتبة. على نبي، ثم يقول إيه؟ على نبي نعم، على نبي دينه الإسلام. ها، الدين طبعا معروف يطلق على الجزاء، وهو وضع إلهي وضعه الله تعالى سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. والإسلام معناه في اللغة الاستسلام إلى آخره. على نبي محمد، كلمة محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول من اسم المفعول المضعف العين حمد فهو إيه؟ محمد. أنعم الله، وهو الاسم الأعظم لرسول الله. محمد هو الاسم الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كم عدد أسماء الرسول؟ ها؟ لا وكونها ألفا ففي العارضة ثبوتوا عن بعض وبعضهم بيزود عن كده. الشيء العجيب أن الله عز وجل ألهم جده أن يسميه محمدا فسماه به سابع ولادته. وقد سبق أن سمته أمه يوم ولادته محمدا أيضا. سألوا الناس: لماذا سميت ابنك محمدا وليس في أسماء إيه؟ قومك؟ ماذا قال؟ ها؟ طيب ايه اللي جاب اهل السمع عند الناس دول؟ ده في الجاهليه العمياء. ها؟ يعني طيب انا الان لا 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 انا بسال سؤال خلي سيادتك معايا. لما سالوه: لما سميت ابنك محمدا وليس في اسماء قومك؟ قال: رجوت أن يحمد في الأرض ويحمد في السماء. على أي شيء بنى هذا الرجاء؟ ده السؤال. وأنت دلوقتي أنا لو قلت الكلام ده النهاردة، قلت على إيه؟ على سميت ابني اسم، قلت أرجو أن يحمده أهل السماء، الناس هيقولوا ده راجل عبيط.
ولا ايه؟ ها؟ ينفع ينفع اقول انا حتى النهارده كده؟ او انت؟ الهام من الله. ما ايضا الهام، بس عايز اعرف يا ترى على اي شيء بنى هذا الرجاء؟ مش من فراغ يا سيدي. نعم فندم؟ لا 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 لا، ما كلهم علاقتهم بالبيت وسيدنا ابراهيم. هم كانوا ده، هم كانوا قديم ابراهيم. في ارهاصات وعلامات كثيره كانت تشير الى ان هذا المولود له شان عظيم. هو بقى راى رؤيا عجيبه. راى كان سلسله من فضه خرجت من ظهره حتى بلغت عنان السماء، ثم عادت شجرة خضراء. خلي بال حضرتك، ثم عادت ايه؟ فتعلق بها جميع اهل الارض. خلي بال سيادتك، هذا الرجاء، هو الرجاء مبنى على هذه ايه؟ الرؤيا. ففسرها له المعبرون، قالوا يولد من صلبك ولد يطيعه أهل الأرض ويحمده أهل السماء. تمام؟ ده بالنسبة الإضافة بقى إلى الآيات اللي ظهرت في مولده أبانا، مولده عن طيب عنصره يطيب وامتلئ منه، ومختتم إلى آخر هذه الآيات. والسيدة الداية بتاعته كانت هي مين؟ ها؟ نعم؟ استنى، الداية القابلة اللي هي الداية اللي بيقولوا عليها اسمعوا بس، اسمعونا الله يهديك. مين اللي بيقولوا أم أيمن؟ ليست أم أيمن، ولكنها إيه؟ والدة. هي لا تقول فلم يزل، عشان مش عايزين نقول كثيرا، فلم يزل. لا، رأت آيات كثيرة وشفتنا بقولها الشفاء. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى أكرمه الله بالرسالة، فكنت من أول من آمن به. فهذا سبب تسميته إيه؟ محمد. ومحمد العلم بينقسم إلى قسمين، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد. العلم إذا كان له استعمال قبل العلمية يبقى اسمه إيه؟ منقول، زي فضل وأسد وحسين وحسن ومحمد. وإن لم يكن له استعمال قبل العلمية فهو إيه؟ مرتجل كسعاد وأدد. محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى إن شاء علمنا أن نستعين به في كل الأمور. وفي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إشارة إلى ذلك، وإشارة إلى علم الشريعة وعلم الحقيقة. فقوله تعالى إياك نعبد منظور فيه إلى فعل العبد الذي هو من كسبه. وقوله تعالى نستعين منظور فيه إلى تبري العبد من حوله وقوته، وشهود أن العمل لا يتم إلا بفضل الله ومعونته. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه يقول من ظن أنه ببذل الجهد، خلي بال حضراتكم، من ظن أنه ببذل الجهد يدخل الجنة فهو متعنٍ، بيتعب نفسه بس. ومن ظن أنه بدون بذل الجهد يدخل الجنة فهو إيه؟ متمنٍ. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا كان عون الله للعبد مسعفا
تأدى له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه إيه؟ اجتهاده. والنجاح له شرطين، أو الشرط الأول كما قال الشاطبي رحمه الله: وما خاب ذو جد إذا هو حسبل. يبقى لابد الأول بذل الجهد والتعب، وثانيا إيه؟ التوكل على الله. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا أي قصدنا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفردي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. علما ده بقى مفعول إيه؟ مفعول لأجل، لعلمنا يعني، بأن العلم خير ما سوي. طبعا فضل العلم واضح لا غني عن التعريف، صح؟ وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم صح مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. هو فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها إيه؟ يعني معنى أنها نصف الدين. يعني إيه؟ النصف أو يطلق على الشطر، يعني جزء من إيه؟ من الدين، مش بالتحديد النصف طبعا، لأن ليست الفرائض حتى في كتب علم الفقه ليست إيه؟ نصف الفقه. ولكن الشطر هتقول زي ايه؟ الوضوء، وفي روايه نصف الايمان، او يعني جزء من العلم، مش بالشطر بالتحديد نصف، او ان العلم في علم يتعلق بالحياه وعلم يتعلق بما بعد الحياه، فهو نصف من هذه الكيفيه. وكما قال: إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله: أفردكم زيد. وهذه تنهاك عن ايه؟ طلب الزيادة في زيد. فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله وافق اجتهاده، اجتهاد زيد، ولم يتبعه عن تقليد، ولكن حتى إنه اختلف حيث اختلف، تردد حيث تردد. فهك يخذ القول عن إيجازي. القول ايه؟ مفعول هك. الإيجاز معناه ايه؟ الاختصار. والكلام يختصر ليحفظ، ويبسط ليفهم، مبرئا عن وصمة الألغاز، عن عيوب ايه؟ مفيش الغاز ولا فيه ايه؟ تعميه، كله واضح سهل. لحد كده ايه؟ يعني الخطبه عشان بس الوقت، الى هنا نكتفي بهذا القدر فيها. بارك الله فيكم وعليكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنه منزلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد